والله من اغرب الاشياء. اليوم بيجننونكم عالم التسوق بيجننونكم. تخيل اليوم جايبين لكم اختراع ولا طرى في بالك ولا طرى في بال احد. وشو؟ شوف شوف يا حبيبي طال عمرك، شفت هذا؟ هذا وشو؟ وشو هذا؟ هذا عباره عن فيش كهرباء. فكه من هنا طال عمرك، حط الملح. ايه ملح. اذا حطيت الملح وش اسوي؟ شوف هذه الحين بتشوف. اذا حطيت الملح طال عمرك، حط اكياس الملح كل ابوها وعبي المويه. وش بيسوي هذا الاختراع؟ غريب والله غريب. الحين بوريكم ثواني. بسم الله العظيم لا اصدمكم بشيء ما هو طبيعي. تخيل وشفتوا هذا، حطينا مويه، يجي الملح معاه وحطينا المويه. تدري هذا وش يصير؟ هذه توليد طاقه من الطبيعه، صارت اضاءه. تدرون هالاضاءه، الاضاءه هذه رهيبه جدا، تشتغل كم؟ تشتغل 5 دقائق، 10 دقائق، نص ساعه، 20 دقيقه، تشتغل 140 ساعه متواصله. تخيل رهيبة جدا. الناس اللي تطلع للبر والناس اللي ما عندها إضاءة في البر رهيبة جدا. لا وبعد فيها ميزة، هذا عبارة عن جهاز طارد البعوض. تخيل الآن عندك لمبتك لمدة 140 ساعة، تخيل فقط بالماء والملح. والله اختراع مو طبيعي. السعر كم؟ 29 ريال. 29 ريال، لا كهرباء لا بطارية لا شحن ولا شيء. يلا